السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة التعليمية، سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على الوثائق التي تتعلق بالتسجيل الأول أو لتحية الوضعية أو التصريح بالأبناء أو التصريح بالزوجة في كنوبس. إذا بالنسبة للتسجيل لأول مرة أو تحية الوضعية، فنحتاج إلى استمارة المعلومات معبأة بشكل صحيح ومؤشر عليها من طرف المشغل، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية الصلاحية، صورتان شمسيتان، وبيان الالتزام أو ورقة الأجرة بالنسبة لمستخدمي المؤسسات العامة. يتم إيداع أو إرسال هذه الوثائق يا إما بالمصالح المركزية أو المندوبيات الجهوية أو بمقر التعاضدية التي تنتمي إليها أو إحدى مندوبياتها أو بالمؤسسة التي تشتغلون فيها. التصريح بالزوج، نسخة من بطاقة التسجيل المؤمن وصورتان شمسيتان للمؤمن والزوج، ونسخة من عقد الزواج، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج تحمل صفة بدون وسارية الصلاحية. وفي حالة التوفر على بطاقة التعريف البيومترية ينبغي جلب شهادة عدم العمل للزوج أو الزوجة. التصريح بالأبناء، نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن سارية الصلاحية، عقد ازدياد الأبناء، صورتان شمسيتان للمؤمن وللزوجة إذا كانت من ذوي الحقوق. في حالة كانت المؤمنة هي من يقوم بالتصريح بالأبناء، ينبغي توفير الوثائق التالية. التصريح بالأبناء،